استاذ حسن الدول الاعلامي والكاتب السياسي، اهلا وسهلا فيك مره جديده ببرنامجنا. اليوم في عنا عدد كبير من المواضيع بدنا نحكي فيها، ولكن مضطرين ننطلق من موضوع انا شخصيا مش كثير بحب احكي فيه، ولكن مضطرين لانه عامل جدل كثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. للاسف عم بيصير نوع من الانقسام ما بين رأي يصنف مسيحي ورأي يصنف مسلم. رح انطلق من تصريحين كانوا بهاي خلال هذا الأسبوع، بداية مع اللي قاله البطريرك الراعي بعزة الأحد عن وصف الأعمال اللي عم بتصير بالجنوب بالإرهابية، فكان في رد من المفتي أبلان عن هذا الموضوع ووصف هذا الخطاب بالمتصهين أو الصهيوني. شو تعليقك بداية على هذا الشيء؟ بداية يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة. بالعكس، شكرا لك. هلا نحن بهالبلد تحديدا اذا عم نحكي بالاشتباك السياسي الناس بتاخذها على الطائفه، فكيف اذا كان التصريح والتصريح المضاد من قامتين روحيتين؟ لا شك انه بلش بالتصريح الاول اللي هو اللي صدر عن غبطه البطرك، عمل صدمه. انا من الناس تفاجات يعني ان يصف اعمال من لبنان باتجاه العدو الاسرائيلي بالعمل الارهابي. طب هذا مع مين يتقاطع؟ مع مين هذا التوصيف؟ هذا غير لائق يعني بتاريخ الكنيسة، بمفهوم العيش المشترك، مفهوم العداء لإسرائيل اللي هو مكرس بالدستور، هو للكل وللكل، مش يعني ما في له تبرير، ما في له اي مخرج انه واحد ممكن يعني يبررها يلطفها. وطولب بعدين كثير اتصلوا واستوضحوا، طب ما كان على الاقل يطلع بيان احتراما لمشاعر شركائك في الوطن. ودائما انا بدي اذكر غبطه البطرك لما اول ما تم تنصيبه ورفع شعار الشركه والمحبه. طيب اين الشركه والمحبه من هذا التصريح؟ وهو يطال اليوم مش مثل ما عم بحاول يصور البعض شيعه ومسيحيين، لا، في مسلمين ومسيحيين من كل الطوائف، رايهم وواقعهم باتجاه العدو الصهيوني واضح أكيد، ولا يمكن أن يقبلوا إنه أن تصنف، حتى لو سرب إنه قال لا، وضح إنه مش قصده عن حزب الله، قصده عن مين مكان القصد، إنه أي عمل ضد إسرائيل هو إرهاب. هذه نقطة. فإذا كان لابد من توضيح. وما شو الاعتراف بالخطأ فضيلة. إذا كان هذا يعني خطأ، وإذا كان مقصود، طيب كمان خلينا هلا مش موجه للبطرك، موجه لكل الفريق الاخر، خلينا يطلعوا يقولوا علنا نحن مع الخط الاسرائيلي. ليش بدنا نلف وندور؟ تصريحاتكم، مواقفكم، كلامكم، افتراءاتكم، حتى التماهي مع الدعايه الاسرائيليه اللي شفناه بمطار بيروت. في عاقل بيصدق انه في نائب لبناني او نواب لبنانيون او وزراء او اعلاميون طلعوا ايه يقولوا ايه في اسلحه بالمطار؟ طيب شو انا يعني هيدا اعطاء تبرير لاسرائيل لحتى تستهدف المطار؟ طيب انا في موقف المقاومه واضح ضد اسرائيل، ضد سياسات امريكا في لبنان اللي بتخدم اسرائيل، ضد سياسات الغرب اللي بتخدم اسرائيل. عندها موقف واضح، رؤيه واضحه للبنان، لتحالفات لبنان، لعلاقات لبنان، لكل هول. انت قول موقفك بصراحه، ليه عم تتخبى ورا شعارات انت لا تؤمن بها او لا تمارسها؟ مش عم بيرجع بقول هذا الكلام ليس موجه لغبطه البطرك، عم بيحكي عن فريق سياسي كامل في لبنان موجود بتصريحاته بكل هول. عن رد الشيخ عبد الامير، عفوا الله يرحم الشيخ عبد الامير، الشيخ احمد قبلان مفتي جعفر الممتاز. طيب خلينا نقرا البيان. هو عم بيقول انه هذا الكلام لا يشبه الكنيسه، لا يشبه تعاليم السيد المسيح عليه السلام، ولا يشبه تعاليم الإنجيل المقدس، وليس هذا سيرة المسيحيين في الشرق وفي لبنان. إيه شو هذا، صح أو خطأ؟ تخلي أنا أنه بدي أقول لحضرتك مسيحية، هل وصف المقاومة بالإرهاب يتناسب مع تعاليم السيد المسيح؟ طبعا لا. فإذا ما قاله الشيخ أحمد قبلان هو تصويب للمسار، هو تصويب لمسار نحن نقول. وقلت سابقا لانه كان في ايضا جدل حول كلام صدر عن غبطه البطرك، نحن شايفين البطريركيه المارونيه، نحن شايفين بكركي صرح وطني فوق الطوائف وفوق الانقسامات، ونريد لهذا الصرح ان يتصرف ويتعاطى معنا كمسلمين مثل ما بتعاطى مع المسيحيين. هيك بنشوفه، هيك بكون مجد لبنان اعطي لهم،
مش بيكون لفئة ضمن فئة، مش بيكون لأقلية ضمن أقلية. فإذا أنا بحطهم بهذا الإطار، ما زالت الأبواب مفتوحة، لم توصد، الأخطاء تبرر ويتم التراجع عنها ويتم توضيحها. نحن حريصون على وحدة الكلمة ووحدة الصف. كمان بدي أذكر أول زيارة رعوية عملها غبطة البترك للبقاع واستقبل من المسلمين والمسيحيين، قال هذه العبارة، قال أنا أفتخر أن أكون صدى لصوت موسى الصدر. هالكلام مسجل لغبطة البترك، نتمنى يكون هيك. هي هذه مش أول مرة بيكون في تلميحات من البطريرك على موضوع المقاومة بجنوب لبنان. قبل مرة حكي كمان عن ثقافة الموت وغيرها كثير من الأمور، ولكن برأيك هذا التصعيد لوين ممكن يودي؟ يعني هذا بالإضافة ما فينا ننسى كمان خطابات بعض القادة المسيحيين وكمان قادة من الحزب، أوقات عم بيكون في لغة مثلا حديث سماحة السيد عن العد وإلى ما هنالك، يعني مش دايما الناس تبقى جاهزة أن تستوعب الفكرة مثل ما هي أو مثل ما الشخص نفسه بيقصدها. لا هني بيستوعبوها بس بيجي حدا بيحرفها. أنا بديش أحكي الكلام يكون موجه، برجع بقول غبطة البطريرك، أنا بما يتعلق بتصريح كلام البطرك اللي قلت أنه هودي بكف. هلأ عم بحكي بمكان آخر، في مثل بقول حارتنا ضيقة ومنعرف بعض وبلدنا صغير. خلي كل حضرتك متابعة وكل المتابعين يراقبوا التغير بالمزاج، مش بس بلبنان، المزاج العربي والإسلامي باتجاه المقاومة في لبنان. نعمل حملة حرب العمود ومعركة العمود بالأيام الأولى، صح، وكان في ناس محبين للمقاومة كانوا مش فهمانين استراتيجية المقاومة في لبنان، كان بدهم اندفاع وهجوم وهذا التفصيل. بينت المقاومة لا، في حكمة بالتعاطي بتوظيف التصعيد حسب رؤيتها. لو وصلنا لمكان هلا اكيد بالسياق رح نحكي عما يحصل داخل الكيان واذا في حرب بلبنان او لا ولا في او ما في. حتى هذا التغير بالمزاج العربي والاسلامي عم بيواجههم. انتبهوا امبارح انه بلشت احدى القنوات العربيه عم تذكر بالحرب السوريه، محاوله لكمان تقليب الشارع العربي مجددا بالزور والاتهامات الزائفه اللي اتهم ليه فيها حزب الله بالحرب السوريه. نفس الشيء انا، لانه حارتنا ضيقه وبنعرف بعض ولانه عندنا اصدقاء مسيحيين قد ما عندنا اصدقاء مسلمين واكثر، ايه مزاج المسيحي مش بهذا الخطاب. المزاج المسيحي مش مزبوط ضد المقاومه، مزبوط، ولا انا قلت سابقا مش مزايده، ما بصدق انه مسيحي ممكن يكون مع اسرائيل ضد الفلسطينيين بأي معيار كان. يعني ليه المسيحي اصلا بده يكون مع اسرائيل؟ برجع يعني بأي معيار بده؟ بمعيار القوميه سيد المسيح فلسطين اذا بنحكي كولاده كانطلاق. بالمعيار الانساني، يعني هل ما تفعله اسرائيل انسانيه؟ بالتأكيد. بمعيار المحبه اللي هي عنوان رساله السيد المسيح عليه السلام، بمعيار المصلحه، وقديش بعرف في فلسطينيين مسيحيين بفلسطين، قديش كان عددهم قبل وجود الكيان، قبل ايجاد الكيان، وهلا قديش فيه التضييق اللي عم يتمارس عليهم. كم كنيسه قصف بغزه، المستشفى المعمداني لمين، اللي عم نشوفهم الاجراءات او التصرفات العنصريه بحق المسيحيين بالقدس الشريف وببيت لحم وبكنيسه القيامه بيصير في عليهم ممارسات. فليش بده يكون؟ مين قال انه المسيحي مع اسرائيل؟ في الصهيوني مع اسرائيل، ايه اكيد، مثل ما قال بايدن، ليس بالضروره ان تكون يهوديا لتكون صهيونيا. بالفعل في لبنان صهاينه، هن لبنانيين، في منهم مسيحيين وفي منهم مسلمين وفي منهم شيعه، في صهاينه لبنانيين مع اسرائيل، ولكن المسيحيون الحقيقيون والمسلمون الحقيقيون حتما ما بتركب انهم يكونوا مع اسرائيل، ما بتركب يكونوا مع الصهيونيين. بعيدا عن كل هيدي المعايير اللي تفضلت فيها حضرتك، قبل اي شيء ثاني في مبدا رفض الظلم، هيدا مبدا اساسي بالدين المسيحي، مبادئ انسانيه. سيد المسيح قالنا لا ما تكونوا شهود زور، صح. في اليوم هلا انا قبل ما اجي لعندك بعث لي احد الاصدقاء صوره، أجلكم الله، صورة الكلب اللي هاجم على السيدة بغزة. ايه شفناه الفيديو. وكاتب تعليق جميل بدي اقتبس منه للأستاذ علاء. بيقول إذا لم تكن قويا ومسلحا ستهجم عليك الكلاب في بيتك. أو ستنهشك الكلاب في بيتك. وهذه حقيقة عم نشوفها قدامنا اليوم. في هذه المقاومة اللي موجودة لتشرف
كل شريف في هذا العالم، وكل لبناني حقيقي سيادي، واللي عاملة عن جد صمام أمان لبنان وحماية للبنان. هذه المقاومة أنت حر، أن مش مطلوب تكون معها تحمل سلاح وتطلع تقاتل، وإذا بدك تكون ضدها كون، ما فيش مشكلة. بس طيب منرجع لطرح الحياد. طب أنت طرحت حياد بين لبنان وإسرائيل، طب كن محايد بين المقاومة وإسرائيل. لا حياد بين الحق والباطل. لا لا لا، أنا قبلين محايد، ما هو يكون محايد، مش عم بحكي عن البطريرك، عم بحكي عن هؤلاء. كونوا محايدين بين ابن بلدك وبين إسرائيل، وقفوا على الحياد تفرجوا. بس ضروري تصبوا الزيت على النار وتتهموا المقاومة بأنه هي عم تجيب الحرب على لبنان، وتحطوا الحق على المقاومة وتعطوا الحق لإسرائيل والتبرير لإسرائيل لتقصف بلدكم؟ صح 100%. عذرا بدي أسأل بعد سؤال بخصوص هذا الموضوع، عن الإنسان يلي صاير، بخصوص كمان أوقات بعض التصريحات يلي عم يعتبرها الشارع المسيحي أو جزء من الشارع المسيحي مستفزة من قبل المقاومة. يعني على سبيل المثال الحكي يلي قاله سمحت السيد حسن نصر الله بموضوع العد، يعني إذا بتجمع هيدي التراكمات ما بتحس أنه كمان أوقات هيدي النقزة إلى حد ما مبررة؟ وضح. بعتقد من أهم صفات السيد حسن نصر الله أنه الصدق والشفافية بطرح. قال أنا لما حكيت عن العد كان قصده عد من مع المقاومة ومن ضد المقاومة. ما قالش بدي عد المسيحيين قدها والمسلمين قدها والشيعة قدها والسنة قدها. فيكفي يكفي أنه وكان واضح سياق لما قال، ما هو كان كلامه واضح أنه أنت كم تمثل عدد نواب وقديش بتمثل حتى هودي بكم صوت طالعين، وعم تحكي باسم الشعب اللبناني. مش هيك كان سياق كلامه؟ صحيح. طب انت من يعني من انت قديش حجمك لتحكي باسم الشعب اللبناني؟ لا واضح الكلام له علاقه بعد من مع المقاومه ومن ضد المقاومه. هي نقطه. اثنين كمان دائما بدي اوضح، نطلع بلقاء بمقابله كل الوقت عم بحكي عن حالي، كل الوقت بقول نحن العيش المشترك، خطاب الامام موسى الصدر، نحن مع الطائف، مع المناصفة، ضد المثالثة، بدنا نتحاور مع بعض، هالبلد إلنا سوا. أي خلل بالتركيب الديمغرافي بلبنان ببطل لبنان اللي نعرفه. إذا أنت منهم المسيحيين أو السنة أو الشيعة أو الدروز، أي مكون أو الكاثوليك حتى ما يزعلوا، أي مكون يبطل موجود بهالبازل ببطل اسمه لبنان، بنصير نسمي له اسم آخر. بكون الآخر اللي بوجه عم بيقول لي أنت ما بتشبهونا، ثقافتكم غير ثقافتنا، بدنا نقسم، بدنا نعمل فيدرالية، بدنا نعمل حل الدولتين، سبقتيني، بدنا نعمل حل الدولتين وبدنا الطلاق. تخلص المقابلة تطلع انت مستقوية وعم تمارس فائض القوة. عم بقول هؤلاء الأمثلة لأقول في حدا يمتهن التزوير، في آلة إعلامية شاطرة يعني عندها قدرة على حرف على تحريف. هلأ بكم مقابلة يعني إذا على السيد حسن عم بحرفوا كلامه تاخذ إلي بيجوا مقطع صغير وبيجوا بيحاولوا بيحاولوا على قاعدة لا إله، ما بياخذوا سياق الكلام كله. فإذا أكثر من هيك عم نحكي هلأ في شيء شعارات وفي شيء أفعال. تمام. 2009 عرض على الثنائي على حركة أمل وحزب الله من فرنسا المثالثة وما قبل، عم نحكي بال 2009 نعرض إنه نعمل مثالثة ما قبل. الثنائي يرى انه هذا البلد اذا فقد روحيته اللي هي مناصفه مسلمه مسيحيه مثل ما قلت قبل شوي ببطل لبنان بنعرف مثالثه. بس لحتى نوضح للي عم يشوفونا من خارج لبنان اللي هي يعني تعني سنه شيعه ومسيحيه، يعني هلا التقسيم النواب في 64 نائب مسيحي و64 نائب مسلم. اذا عملنا مثالثه بنقسم 128 على 3 بدل ما يطلع 64 للمسيحيين بصير يطلع لهم أقل. ناتج هذه القسمة أقل. يعني بصير ثلث للسنة وثلث للشيعة وثلث للمسيحيين. مزبوط. الشيعة الثنائي الوطني يعتبر أنه أي ضرب أي خلل بهذه التركيبة بهذه الصيغة بيأثر على أصل وجود لبنان، مش عم بقول على أصل وجود لبنان بهذه الصيغة المعروفة. هذه نقطة. نقطة ثانية دائما أعطي هذا المثل، بال 2016 من 14 ل 16 لما تمسك حزب الله سيد حسن نصر الله بانتخاب الجنرال عون رئيس الجمهوريه وانتخب رئيس الجمهوريه. صح. على اي اساس؟ على اساس انه بشكل 70% من المسيحيين
ولم ما كان في امكانيه ينتخب لو ما يصير في اتفاق مع راب، مش هيك؟ اللي صار مع اتفاق مع راب بيمثل اكثر من 90% من المسيحيين. طيب حزب الله ما انتم بتطلعوا هلا اللي عملوا اتفاق مع راب والباقيين بيطلعوا بشو بيقولوا بيلوموا حزب الله بهتوا للحزب انك انت اعطيت التيار الوطني الحر كل شيء بالدوله، مش هيك؟ انتوا عملتوا له قانون انتخاب مثل ما بده، برجع بقول لك كلام، وعطلت الوزارات ليجي الحكومات مثل ما بده، واطلقت يده بالتعيينات و الى اخره. طيب اللي مش حريص على الشراء تحت اي عنوان عملوا هيك الحزب وحتى الثنائي بشكل عام تحت عنوان اذا هذا بيريح المسيحيين خذوه. أسوأ قانون انتخاب عمل هو القانون اللي عم ينتخب عليه هلا، النسبي هذا اللي مش معروف الهجين. ليش انعمل؟ ليش قبلوا فيه؟ تحت عنوان واحد بس انه بيريح الاخوه المسيحيين. اذا بيريحكم اعملوه. اللي بيتعمل هيك تصرفات ها بيكون بده ينقز الشريك. بس اليوم انقلبت الايه، صار في محاوله فرض الرئيس او الوزير سليمان فرنجيه واللي هو الاقل تمثيلا ما بين الاحزاب المسيحيه. من يعني شو عنوان الفرض؟ يعني لما واحد عم بيقول تعال نتحاور التمسك بشخصه لسليمان فرنجيه ممنوع واحد يكون عنده مرشح؟ لا. ليه لما كان التمسك بالرئيس عون بالجنرال عون ما كان فرض؟ يعني لانه كان الاكثر تمثيلا. عال انا كمكون موجود بهذا البلد الي حق بالدستور وبالمنطق، عندي كتله نيابيه انه انا بحب مرشح، اميل الى مرشح. علما انه عم بيقولوا نحن مع فرنجي بناء على تلك المعايير مش رح نطول على المشاهد معروفين. عم بيقولوا للاخر طب تعال انت على الطاوله اقعد وقول لي مين مرشحك وشو هن عناوينك، بلكي قنعتني انت. بيقولوا لا بدك تفرض علي. معناتها انت عندك قله ثقه بنفسك. وانت ما عندك اول شيء خطه، وما عندك مرشح، وما عندك رؤيه. لو عندك هودي بتيجي بتحاورني، حدا بيخاف من الحوار؟ لا. اللي بيخاف من الحوار هو اللي ما عنده هودي كله. فاذا كيف بيكون عم بيفرض الثنائي؟ الرئيس نبيه بري بيقول انه انتم عم تطالبونا بحوار بدون شروط، مش هيك؟ انا عم بقول لكم على حوار بدون شروط. بس انا عندي مرشح وانت تعال عندك مرشح، او بتقنعني او بقنعك، او اذا ما اقتنع لا قنعتني ولا قنعتك بنروح على الجلسه بدورات متعدده، نعمل 3-4 دورات باليوم. ماشي الحال؟ اليوم كان النائب غسان عطلة على الجديد كان عم بيقول عم بيوجه كلامه للدكتور جعجع للقوات. طيب الآلية الوحيدة المتوفرة اليوم للخروج من الاستحقاق من المأزق الرئاسي انه هي اللي عم يطرحها الرئيس بري. طيب انت آليتك انت عم تقول لا بديش، طيب ماشي انا معك بديش، بس شو الحل الاخر؟ ما في حل اخر، ما في حل، ضل ناطرين. مين بيكون عم بيعطل؟ مين بده يفرض الفراغ؟ رئيس بري كنت عم بقول لك بيقول انه انا بدي حوار بدون شروط. بتيجي بتقول لي انت ايه بنقبل بس بشرط تخلى عن فرنجي. هن بيقولوا بدهم حوار بدون شروط، بيطرح الرئيس بري الحوار بيقولوا ايه بس بشرط تتخلى عن فرنجي. طب كيف؟ ما انت بدك بدون شروط. هي المشكله انه كلنا عم نحور ضمن دوامه، يعني بتحلى من هون بتعلق ب لا 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 كان واضح الرئيس نبيه بري هذا كلام قايله عده مرات، يعني كل زوار بيروح بيسالوا بيرجع بعيد نفس الكلام. انه انا على الطاوله انت انا بقول لك انا مرشحي انا ادعم سليمان فرنجي بناء على 1-2-3. اللي انت لا انا عندي حسن الدر بناء على 1-2-3. رولا نسر على بناء على 1-2-3 وبصير النقاش. انا ما عندي مشكل ما عندي عقده، وحتى سليمان فرنجي نفسه قلت تسمح لي اسالك سؤال بس قبل تفضل. انا سائل سليمان فرنجي بالمباشر وعم بقول انا من باب تاكيد الفكره انه انت عندك مشكله تنسحب، وهالحكي من اشهر. قال لي انا ما عندي عقده انسحب، بس انسحب لمين؟ طب هل يعقل لليوم ما عنده المرشح؟ ما تقولي لي جهاد ازعور محترامي لشخصه. كل العالم بيعرفوا انه مش مرشحهم، ما عنده المرشح لليوم. ما في مرشح جدي. هل يعقل بعد اكثر من سنه ونص من الفراغ بلوموا على الثنائي انه عنده المرشح واني ما عنده مرشح؟ مين لازم ينلام؟ عندي سؤال هون لو سمحت بموضوع اختيار شخص الوزير سليمان فرنجيه، انه عم بتقولوا تعوا نقعد نتحاور، لانه طبعا رئيس الجمهوريه هو لا يمثل بس طائفه المسيحيين، هو صوره لبنان اكيد. بس من ميل ثاني مثلا ليه لما بنحكي عن رئيس مجلس النواب او عن رئيس الحكومه بيكون حكما الشخص الاكثر تمثيلا في هذه الطائفه من دون نقاش ومن دون حوار، حتى يعني ما بيكون في مرشحين بال هلا باحترامي لا يعني مثلا الرئيس دياب كان اكثر تمثيلا، بس كان في ظروف مختلفه، كان في اعتكاف للحريري جيد، فاذا كان في
الرئيس مئات يعني ما كان في منافسة مع الرئيس الحريري وانفرد حسين لا كان في منافس كيف ما كان الرئيس الرئيس المئات أكثر تمثيلا يعني بالفترة من 2005 إلى اليوم بعد استشهاد الرئيس الحريري الرئيس سعد الحريري كم مرة إجا رئيس وكم إجا مرة إجا غيره رئيس يعني كان إجا الرئيس مئاتي وإجا مرة الرئيس تمام سلام وإجا الرئيس حسان دياب فمش صح إنه الأكثر تمثيلا بيجي بالنسبة للرئيس نبيل جرد كمان لسكر وقتها طرح الوزير بسير وقتها كان عم يطرح معادلة إنه بده يعني مقابل ليروح ينتخب الرئيس نبيل جرد وقتها الرئيس بري فاجأ الكل وعين جلسة انتخاب بدون تشاور مع حد وقال له طيب ما في هاود 27 نائب الشيعي يعني عنده مرشح واحد ايه شو عشو بيتحاوروا الباقيين عشو بيتحاوروا يجوا ال 27 ال 64 نائب مسيحي يقولوا نحن عندنا مرشح واحد بيمشوا فيه الباقيين طيب بس لاقول والرئيس بيقرر راح على الجلسه بدون اتفاق مسبق مع احد وانعملت جلسه ونجح من الدوره الاولى صح؟ ايه كانوا يرشحوا حدا يعني يعملوا خرق بكتله حزب الله مثلا يرشحوا واحد او خرق بكتله الحركه يرشحوا واحد كان صار انتخابات ولا لا؟ صح كنا نعمل حوار لو في مرشحين ايه كنا مضطرين نعمل حوار الجولات يلي عملها الوزير باسيل وكان في منها كمان مع الرئيس نبيه بري وكان كمان سبقها قبل عدة لقاءات مع النائب غسان عطلة هل ودت أوصلت إلى مكان ما أو بعدنا بالحلقة المفرغة ذاتها؟ بالعكس يعني في تطور ملحوظ بالعلاقة بين تيار وطن الحر وحركة أمل ومشكور النائب غسان عطلة على هذا الدور الإيجابي اللي عم يلعبه واللي عم بيعبر عنه بوضوح بأكثر من إطلالة بالآخر مثل ما بقول المثل اللبناني البعد جفا أكيد. يعني هذا التراشق من بعيد ما شو عم بقول رئيس بري تعال نقرب نحكي مع بعض ليش ما نضل نحكي بالإعلام ما هذا التراشق الإعلامي عم بيودي إنه عم بيصير في انقسام بالقاعدة الشعبية وعم عن جد عم بيبعد الناس عن بعضها وعم بيعمل توتر بوقت نحن بحرب نحن بحاجة أكثر لنقرب من بعض طيب هذا اللي فتح باب الحوار هو النائب غسان عطل وهو اللي إذا بدك عمل اللي كان السبب بهذا التقارب إيه لا اليوم العلاقة هادئة جدا إيجابية جدا بأكثر من ملف كان في تعاون وعلى الأقل طيب ملاحظين لما خف الاشتباك السياسي بين الحركة والتيار كيف الأمور ريحت على الأقل أنا معش عم بيجي من الوزير باسيل مثلا الفكرة اللي عم بقولها إنه نحن بالآخر السياسيين مثل الناس العاديين بس يقربوا من بعض ويحكوا مع بعض بتخف حدة النقاش بيناتهم بصير في الكلام بين عقلاء بصير في الكلام بين القيادات حتما بينعكس على الاخرين بيجي بيقول لك شو الجدوى من الحوار السيد موسى الصدر بيقول للحركيين بوقتها بيقول نفس الاجتماع بركه اذا ما عندكم شيء تناقشوه كل اسبوع قعدوا مع بعض تجمعوا واحكوا مع بعض ونفس الاجتماع ببلد مثل لبنان يعني انت عندك هواجس انا بتفهمها كمسيحي والسني عنده هواجس والدرزي عنده هواجس كمان الشيء عنده هواجس إذا نحن بدنا نكون عن جد عم نعيش ببلد واحد لازم نقعد مع بعض نحكي مع بعض نصارح بعض انت من شو خايف من هذه المقاومة اللي وين خايف وين خوفك انا بعطيك تطمينات اكثر من امريكا لكن هون المحمد هون بتعملوا حل موضوع الانجاب اذا انت عندك هاجس من المقاومة وسلاحها انا بعطيك الضمانة مش الامريكي ولا الاسرائيلي هودي ما بيعطوه هودي اصلا بدنا حدا يحميهم الاسرائيليين انت عم تتحامى بحدا بده حماية للأسف يعني بعد سؤال عن الوزير الفرنجية إذا بتسمح شو سر التمسك بشخص الوزير الفرنجية المقاومة بتقول أو الثنائي بيقولوا إنه بدنا رئيس جمهورية ما يطعن المقاومة بظهره طبعا هيدا حق ولكن شو يلي بيضمن إنه الوزير الفرنجية ما يحيد عن هيدا الخط أول شيء بدي بلش من مطرح تاني كل ما عم بيزيد هذا الخطاب اليميني بلبنان كل ما عم تتمسك المقاومة أكثر بسليمان فرنجي لأنه بأكثر الأوقات حراجة بلبنان نحن بحاجة لشخص خطابه مش طائفي وخطابه وطني ومنفتح على الجميع شفنا قديش الخلاف السياسي بينه وبين باسيل شفناهم ببكركة كيف عم يكسدروا بيضحكوا وماشيين بدنا هيك بدنا شخصية ما بيوقف بيقدر انه الشخص الاخر عنده خلاف معه او عنده موقف سياسي منه ولكن ها ما بيأثر على نفس العلاقة ليش متمسكين بالاول بالاساس قبل هذه الحرب ليه متمسكين بفرنجية لعدة اسباب اول شيء علاقته جيدة جدا بسوريا مباشرة بالرئيس بشار الاسد مش هيك هذا شو بيعمل بيعمل امكانية حقيقية لينحل ملف النازحين وامكانية حقيقية لحل مسألة الحدود البرية والحدود البحرية مع سوريا
لأنه في ثقة متبادلة من الطرفين، علاقته ممتازة مع المقاومة. هذا بيخلي فرنجية أيضا يطرح الاستراتيجية الدفاعية، والمقاومة تطمنه أنه عم يطرحها مش من خلفية سيئة، مش من خلفية سلبية. بمقامه بكونه رئيس جمهورية بيقدر يقدم، يعني يتخاطب مع الآخرين باستراتيجية دفاعية حقيقية. ثلاثة، موضوع العلاقة مع العرب، علاقتهم تاريخية بيت فرنجية مع السعودية ومع الخليج العربي. طيب مش هو مرشح الفرنسيين وعلاقته ممتازة مع الأمريكيين؟ طيب بناء على هول ايه هذا 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 الرئيس بري قالهم للوفد الخماسية أول مرة اجى لعنده، قال لهم بناء على هيك نحن مش والله مزاج شخصي، مش علاقة شخصية، مش بزنس، لا، في رؤية الثنائي للبلد، للملفات الضاغطة بالبلد، بدها هذه الشخصية بهذه المواصفات. هاي هو السبب بكل بساطة. بالنسبة للسؤال الثاني، بعز الأزمات، أيمتى الإمام علي عليه السلام بيقول عند الشدائد تعرف معادن الرجال؟ أكيد لما كان في بلبنان والعالم من لا يجرؤ أنه يأخذ موقف إيجابي من سوريا، مش من بشار الأسد، الرئيس بشار الأسد. الوزير الفرنجي طلع على دمشق لما حوصرت دمشق، لما حوصر الرئيس الأسد في دمشق. هذا الذي لم يترك وكان يطلع يفاخر، عم نحكي ب 12 و13 و14 يعني 2012 بعز عم نحكي الأزمة، كان عنده الجرأة يقول أنا صديق لعائلة آل الأسد. وبعز الأزمة بحرب تموز وبكل المسارات السابقة أيضا موقفه ثابت وواضح من المقاومة، والأكثر من هيك واللي هو ما بيحب يقوله، واللي عملت شوك للأصدقاء الصحفيين اللي كانوا عنده الوزير الفرنجي بال 2016 لما دق له الرئيس هولاند وبارك له الفرنسي بوقتها، وكان في اتفاق سعودي فرنسي على انه يكون الرئيس سليمان فرنجيه. وقتها كان عنده مجموعه من الصحفيين، حكت لي احدى الصديقات اللي هي نقلت الخبر، عم بيقولوا له انه فلين عم بيودعهم من البيت، قالوا له امتى، بدي يقولوا له مبروك يعني انت رئيس جمهوريه، يعني الوقت الرئيس سعد الحريري معه، الرئيس نبيه بري معه، وباقي الافرقه يعني مأمن عدد الاصوات. بيقول لهم انا ما بنزل على الجلسه بدون حلفائي. سليمان فرنجي تخلى عن رئاسه الجمهوريه لانه عنده هذا الوفاء، حتى ما يكون حلفائه قصده السيد حسن نصر الله والرئيس عون بوقتها، انه ما حيجي رئيس الجمهوريه وهن مش راضيين، هن زعلانين. وهون بالمناسبة لازم الرئيس عون والوزير الفرنجي يقدروا هذا الموقف. كان بيقدر يجي، مش بيقدر، كان جاي رئيس الجمهورية سليمان فرنجي، رفض منه لحاله انه يجي رئيس للجمهورية لانه حتى ما يزعلوا حلفائه. هذا اللي بيكون هيك، لا يخون ولا يطعن ولا يخاف من موقف ولا يتراجع عن موقف. ان شاء الله ان شاء الله. ما عجبكش لا لا بالعكس لا ابدا بس حبيت اللي قلته، هي حقيقه. استاذ حسن، بدنا نرجع نفوت شوي على حرب غزه اكيد، والميدان الجنوب اللبناني وكل هيدي التطورات. كل المؤشرات عم بتدل انه اسرائيل رح تقصف، رح تتوسع بالحرب. هل هيدا الشيء صح ولا لا، ولا انت بتشوفها بعدها بحاله الردع؟ كل المؤشرات بتقول انه ما في حرب، ما في حرب رغم كل هيدا التهويل والتصريحات وصيف ساخن و... هلا ما المثل مش حلو، مش هقوله يعني، بس انه عادة اللي بده يعمل شغله ما بقول انه ليش انا بدي اعمل وبدي وبدي وبدي، لانه هو مش قادر يعني. اللي بيهدد كثير متى فقط، شو يعني قدرة الردع، شو يعني فلسفة الردع على الاساس. في مثل كمان بيقولها فينا نقوله، بقول هدد بسيف السلطان وما تضرب فيه. مزبوط. اسرائيل لو عندها القوه الكافيه مش بحاجه تهدد هالقد، مش بحاجه تبعت موفدين هالقد وتبعت وسطاء هالقد وتعمل تصريحات هالقد بهذا الحجم وتوظف اعلاميين ومحطات وقنوات هالقد. اذا انت عندك هذه القوه اللي معروفه عنك، الجيش الذي لا يقهر وكذا، فانت اسمك لازم بخوف. صح بالمنطق هيك او لا؟ اكيد. اسرائيل اليوم المأزق الحقيقي الذي تعيشه انه غير قادره على تغيير الوضع القائم في جنوب لبنان. غير قادره. عم تبعث مفادين، مره بتهدد بالاوروبيين، مره بالامريكيين، مره بالعرب، مره باللي بدك اياها، مره بالداخل. صحيح اجى هدد ولا لا؟ لا لا هلا برجع لاوكشتاين. بالمؤشرات الميدانيه الى اليوم
التحركات الميدانية للجيش الإسرائيلي في الشمال، الحشودات، كل هذه ما زالت على حالها. إسرائيل ما بتقدر تعمل حرب مباغتة في لبنان، ما فيها، لأنه هذا جيش منظم بده يعمل إعدادات وبده يعمل خطة وبده يعمل استراتيجية وبده يحشد، فهذا كله بده يشوف الناس كلها بده الإعلام بده يشوف. أنا بالمنظور ما في حرب، عم يحكي عمليا هلأ. هلأ في إمكانية بعدين؟ بصراحة الإسرائيلي عم بيفكر إنه يعمل ضربة كبيرة خاطفة سريعة في لبنان اسمها أيام قتالية، وعلى أساس بيجي الدول الأخرى بتتدخل الأوادم ومنحلها الأوادم؟ إيه على طريقة لبنانية. إنه بيعمل 4-5 أيام غارات عنيفة يمكن يمسح كرة عن بكرة أبيها في لبنان، ويحاول يعمل توغل بري من بالوزانة مثلا، مثل ما عمل بالحجار مرة، ليقدر يقدم قدام الإسرائيلي قدام الجمهور إنه هيا أنا عملت شيء وهذا الحل إجا بناء على أو بعد ضربة قاسية تعرض لها حزب الله. كان رد السيد حسن نصر الله واضح بالخطاب الأخير، وبهذا الفيديو الثاني لمن يهمه الأمر. ليش برأيه أن المشاهدين صار هيك؟ كشف المواقع؟ إيه ليش؟ مش كشف المواقع، إنه حط علامات على بعض المواقع، لأنه الإسرائيلي عم بيقول إنه أنا عندي بنك أهداف جنوب الليطاني مثلا أو حتى بالبقاع، بطلع بعمل عمليات مكثفة غارات على هذه النقاط أو على هذه الأهداف، على بنك الأهداف، وأيضا مثل ما قلت بجنوب الليطاني عمليات نارية بالقصف الجوي وبعض التوغلات، وبتخلص هون بأيام قتالية. طلع رد السيد حسن نصر الله انه، وقال اذا بتلاحظوا هو عم يحكي، قال الاسرائيلي عم يفهم علي شو قصدي، اللي قاله السيد حسن نصر الله باختصار انه نحن لن نكون السلم الذي ينزل عنه بنيامين نتنياهو. انه انت مش جاي تحل ازمتك على حسابي وتلاقي مخرج من لبنان، لا حبيبي، بدك تعمل هيك هاد المواقع اللي بيضرب لك اياهم. عندك بنك اهداف، عندي بنك اهداف، وحكى عن حرب بدون سقوف بدون اسقف بدون ضوابط شاك وبدون حدود. شو يعني؟ يعني الحرب الكبرى. يعني انا عم بقول، انا عم بستنتج، السيد حسن نصر الله هدد الاسرائيلي بتعمل ايام قتاليه بروح على الحرب الكبرى اللي ما بتخلص الا لواحد ينهي الثاني. مش بيجوا يعني. ايه مش بيجوا الاوادم بيحلوها، ما عادش تنحل. وهذا المشهد، هذا السيناريو هو سيناريو رعب حقيقي. صدقاً وأنا عارف شو عم بحكي، بالتخيل هذا بنقدر نتخيله، في إشي ما بنقدر نتخيله. مشهد الحرب اللي عم ينحكى عنها، لا الإسرائيلي بده إياها ولا حزب الله بده إياها بالمناسبة، بس حزب الله عم بيقوله للإسرائيلي ما أنت انسى إنك تقدر تتحكم مثل قبل، بس بدك بتبلش حرب بس بدك بتخلصها. أنت إسرائيل القديمة خلصت، أنت اليوم إسرائيل مأزومة ومهزومة في غزة. انت عم بيقولوا الاسرائيلي حتى الرئيس بري بطريقه او باخرى للوسطاء، يعني انت جاي واحد مهزوم 8 شهور صار له بغزه، جاي بتفرض علي شروط بلبنان؟ انه يعني انه حطوا عقلكم براسكم وخلوا جايكم على الارض. نحن فهمانين الواقع الاسرائيلي والازمه الاسرائيليه. اول امبارح من 3 ايام اسحاق بريك بيقول اعلان الحرب في الشمال انتحار جماعي. امبارح بيقول اعلان الحرب في الشمال سيؤدي الى الخراب الثالث، خراب الهيكل الثالث. يعني هن عقده الثمانين اللي عم يحكوا عنه. اسحاق بريك للي ما بيعرفه هو بسموه نبي الغضب باسرائيل، هو اللي توقع 27، هو المستشار الذي يسمع له نتنياهو. وبالمناسبه ايضا نتنياهو الى اليوم من 8 اشهر لم يتحدث عن حرب في لبنان، حتى من يومين ثلاثه لما قال ازمه التسليح بينه مع الامريكيين، قال نحن بحاجه الى السلاح لنقضي على حماس، ننتصر على حماس ونردع حزب الله، مش ونهجم على حزب الله. اليوم اكسس بتنقل انه الاسرائيليين ابلغوا الامريكيين انه ما بدهم حرب في لبنان، انه الحل الدبلوماسي هو فرصه اعلى. نعم. وحتى قال او نقل عنه انه هوكستين متفائل بامكانيه ايجاد حل. فاذا انا عشان هيك عم بقول ايه، هذه التهديدات والحرب النفسيه اللي عم تنعمل والتهويل اللي عم ينعمل لانه ما عندهم خيار اخر، عم بيحاولوا يلعبوا بهذا الملعب ومساء بالميدان خسرانين، وحتى بالحرب النفسيه خسرانين. صح، الحرب النفسيه صارت يعني، حتى لانه عم نحكي عن عدد كثير كبير من الجنود والضباط الاسرائيليين يلي عم يتركوا الجيش وعم بيتعالجوا نفسيا، عم بيصير منتبهين للرقم 70,000 ايه اللي بحاجه لتاهيل نفسي.
وانتبهوا انه لاول مره بيطلع عن وسيله اعلاميه موثوقه 500 الف تركوا فلسطين المحتله الهجره العكسيه من 6 اشهر وقد لا يعودوا. عم ينتبهوا انه في 20% من سكان الشمال بيقولوا بين 20 و40% لن يعودوا مطلقا الى الشمال، ممكن يبقوا بفلسطين بس يبقوا بإيلات، بيبقوا بغجدان، بالمناطق الداخليه، بس عوده الى الشمال ما في. هذه نتيجه انه هي الحرب النفسيه اللي عم نحكي عنها، بس ولكن حربنا النفسيه صادقه بناء على حقائق. وبيعرف الاسرائيلي ميزه هذه المقاومه بكل تاريخها انه ما كانت عم تحكي شعارات، كانت عم تحكي حقائق. لما تقول قادره اقصف بتل ابيب، قادره تقصف بتل ابيب. لما تقول انه في ابراج ستسقط، في ابراج ستسقط، وفي كهرباء ستنقطع، وفي شركات او شو بسموها مصافي النفط ستشتعل، وفي معامل تحليه المياه ستتعطل. هذه صوره مشهد اسرائيل. وعشان هيك سفير الولايات المتحده السابق، عفوا سفير اسرائيل بالولايات المتحده سابقا بعهد اوباما، شو قال؟ قال بالايام الثلاثه الاولى، هو عم بيقول نرجعوا سفير الولايات المقال بفورن بوليسي بيقول بثلاث ايام بتصير اسرائيل غير قابله للحياه، لانه الشعب الاسرائيلي معود على الكهرباء، قائم اصلا على الكهرباء وعلى الطاقه وكل هذه التفاصيل. هل اسرائيل مستعده للذهاب الى حرب من هذا النوع؟ ها سؤال. هل امريكا وضع بايدن اليوم واداره بايدن ووضع امريكا عشان نفصل بين الاداره وبين امريكا؟ امريكا في العالم اللي عندها حرب اوكرانيا وعندها الازمه مع الصين وعندها كل هذه التحديات، الى مصلحه تولع حرب الشرق الاوسط؟ ما حدا بيعرف قديش تبقى. بناء على هون بالمنطق ما في حرب. الحرب المفتوحه اللي تحدثت عنها سيخوضها حزب الله وحيدا، ولا عم نحكي مع باقي الاطراف بمحور المقاومه؟ يعني ايران، اليمن، العراق، امبارح اعلن تسليح روسي، مزبوط رح في تسليح من روسيا؟ هلا بوتين قال انه اعطى امر لتسليح كل الذين يقاتلون امريكا. اذا دخلت امريكا بالمباشر يعني بصير يشمل هذا يعني يشمل حزب الله هذا القرار. بالنسبه لايران، ايران من اشهر بلغت الامريكيين انه اي حرب كبيره على لبنان تعني دخول ايران بشكل مباشر في الحرب. اليمن والعراق وسوريا هن داخلين بالحرب، بس حتما وتيره هذه الحرب بدها تكون انه يكون في تنسيق مع بعض، عمليات مشتركه يمكن. يعني هلا بثمان اشهر كان في يسموها ترابط ساحات. بعد ثمان اشهر بعتقد صار في وحده ساحات حقيقيه بقياده مشتركه واحده، وبعطيك مؤشر وياخذوه المشاهدين. من اشهر حاول الاسرائيلي يتوغل باتجاه هذا الشعب. بتتذكروا هذا الخبر؟ وتصدت له المقاومه. شوفوا بنفس الليله شو صار. بالعراق وبالجولان وباليمن. بالتزامن كان في عمليات. وكانت الرساله الاسرائيليه ووصلت هذه الرساله. انه اي دخول بري، اي حرب كبيره على لبنان، معناتها كل المنطقه بدها تصير بدائره النار. سؤال. امريكا لها قواعد بكل المنطقه. يعني كل مصالح امريكا وكل قواعد امريكا وكل جنود امريكا بده يكونوا معرضين للخطر. بس اضافه للبلدان اللي فيها هذه القواعد. مين عنده قابليه لاحتمال حرب من هذا النوع؟ قبرص. هي واحد جاي لك. قبرص. قبرص هي اعطيت مثل بحكيك يمكن اللي تسمعي يا جار. قبرص هي نموذج. ليش قبرص مش اليونان؟ لانه في هذه المناورات اللي صارت بقبرص عنوانها الاعتداء على لبنان، مش هيك؟ يعني في شيء معلن. مظبوط. هي واحد. واثنين، في معلومات معطيات. قال السيد حسن نصر الله ما ربط فقط بالمناورات، قال في معطيات انه اسرائيل بدها تستخدم القواعد والاجواء القبرصيه للاعتداء على لبنان. فهذا الذي ينطبق على قبرص، مع انها دوله مسالمه وصديقه وجاره وعلاقات تاريخيه ولا نتمنى لها ان تكون، بعتقد من محبه السيد حسن حذر انه ما يفوتوا بهذه اللعبه. بس كل من ينطبق عليه هذه الافعال انه يفتح اجواءه او قواعده لاستهداف لبنان فهو عرضه للاستهداف. الذي تطاله يد المقاومه ستطاله اذا كان شريكا في الحرب على لبنان. هو حتى اذا بنرجع شوي بالارشيف من قبل اكثر من كم شهر كان ورد تقرير على قناه الجزيره عم يحكي فيه عن هيدي المناورات، كان بشكل واضح يعني الموضوع. يحكوا بالنسبه للبنانيين يقروا بيان الحزب الشيوعي القبرصي.
ويسمعوا كلام وزير خارجية تركيا اللي أكد هذا الكلام. وحتى القباري سبعته أنه نحن ببعض النقاط نحن ما قلنا سيادة عليها أنه هي قواعد بريطانية، وهذا كلام غريب يجدر عن دولة. كيف أنت دولة في قاعدة ما لك سيادة عليها؟ فإذا كلام السيد حسن نصر الله كلام واضح وكلام يصب في حماية لبنان وسيادة لبنان. نحن بلد عنده سيادة، عنده أمن قومي، عنده أمن استراتيجي. ليش بعض اللبنانيين مصرين أنه يلعبوا دور الضعيف؟ ليه؟ في احدى الاعلاميات عم تقول انه معقوله انتم جنين بتهددوا الاتحاد الاوروبي شويه مقاومين. نفسهم هودي قيلوا لقاده المقاومه الاوائل ومن نفس البيئه يمكن قالوا انه انتم العين لا تقاوم المخرز، صح، وهذا جنون، واسرائيل اللي هازمه 6 جيوش عربيه بكيش تقتلوها انتم. ولكن هذا التراكم اوصل الى هون. هودي اللي عم يحكوا هيك بعدهم في بزمن بعدهم بزمن قوة لبنان في ضعفه، مش بعدهم مش أنعنين إنه قوة لبنان بمقاومته وبوحدته. عم تتخيلي لو عن جد في موقف وطني لبناني من الجميع. امبارح من كم يوم كنت بأحد اللقاءات قلت خلينا ناخذ الوزير جنبلاط كنموذج، يمكن أكثر حدا اختلف من حزب الله من 2005 لليوم، مزبوط؟ واختلف استراتيجيا بسوريا معه، ولكن لما صار في خطر حقيقي على لبنان عم نحكي بالموضوع الإسرائيلي، أجل كل الخلافات وراح عمل إجراءات بالجبل وعمل خطاب بهدى النفوس وعمل خطاب وطني استيعابي، وراح أكثر أبعد من هيك، قال أنا أوافق أو أؤيد جبهة الإسناد، وأبعد من هيك راح برر قال ما في حزب الله إلا يعمل هيك. ماذا لو سمير جعجع وسامي جميل وجبران باسي وكل الفريق الآخر عمل نفس الخطاب؟ وين بيكون قوة لبنان؟ ماذا لو القنوات اللبنانية والإعلام اللبناني كان عم بيقول مع إسرائيل بما أنه العدو الوحيد للبنان في الدستور؟ خلص نحن هلأ كلنا على الأقل مش عم بقول بالخطاب إذا بدكش تكون هيك كن حيادي، هي حكينا عن الفوتبول وعن الطبخ وعن البحر، بس ما تطلع تقول لي انه لبنان يعتدي على اسرائيل. ايه اكيد. ما تطلع تقول لي انه هؤلاء الشهداء عم بيروحوا كرمال ايران. ما تطلع تقول لي انه انت عم تعطي مبرر لاسرائيل تهاجم لبنان. ما تطلع تقول لي لازم حزب الله ينسحب او المقاومه تنسحب 10 كيلومتر من جنوب لبنان من جنوب الليطاني. غريبين؟ مش عم نسأل من السؤال وقت الرئيس بري بنقرب الليطاني. الاسهل نقل الليطان نهر الليطاني الى الحدود من ابعاد، لانه هودي عم تحكي انت عن ابعاد 400 الف مواطن لبناني، لانه المقاومه هن اهل هذه البلد، اهل هذه الارض. بس توضيحا بين هلالين، خطاب الوزير جبران باسيل يعني لا يقارن مع خطاب البعيد، هو طبعا مش مع وحده الساحات ولكن ما في هذا الخطاب الاتهام المباشر. ما في شك، انا بس عم بعطي مثل كنت عم عد الزعماء الاخرين بس. أكيد. أستاذ حسن، نحن اليوم بمرحلة حرب وبمرحلة مفاوضات بنفس الوقت. الإسرائيلي صار واضح أنه ما قدر حقق ولا أي هدف من الأهداف المعلنة اللي حكي عنها، ومش قادر يفوت بحرب مع لبنان لأنه في سلاح المقاومة. هيدي الدوامة كيف بدها كيف ممكن تخلص؟ تخلص يعني هو على الشجرة وما قادر ينزل تخلص بانقلاب سياسي على بنيامين نتنياهو. واللي قالته سارة نتنياهو أمس أمام عوائل الأسرة منه تفصيل. إذا تابعته زوجة نتنياهو قالت للأسرة أتم قيادة الجيش تحضر الانقلاب على زوجي. بوجود نتنياهو هذه الشخصية النرجسية، وتخيلي أنت واحد نرجسي بمأزق، يعني ممكن يخرب الهيكل على الجميع. نتنياهو عنده حلم انه يكون هو اهم من بن غوريون بالنسبه للاسرائيليين، هو اطول رئيس وزراء مرق بتاريخ الكيان، 16 سنه وان كانوا متقطعين. هو ما في شك انه شخصيه سياسيه بارزه وعنده قدر من الذكاء، يسمى الساحر بالنسبه للاسرائيليين. هذه الشخصيه المتعنته مش قابل يعني ما عنده القابليه انه يعترف بالهزيمه ويروح يعمل وقف إطلاق نار، لأنه أيضاً وقف إطلاق النار يعني بدء المحاسبة بالنسبة إليه، يعني احتمال يدخل السجن.
نحن امام الرئيس بيرن امبارح نقل عنه وان فسر كلامه غلط امام امام شهر حاسم. هذا الشهر هو الفرصه الاخيره لامريكا لتفرض وقف اطلاق نار على نتنياهو، لانه بعد شهر تبدا اول مناظره بين بايدن وترامب وبتفوت امريكا فعليا بمرحله الانتخابات الانتخابات الرئاسيه، بصير اهتمامها الداخلي اكثر، بيرتاح نتنياهو اكثر، في عدة استحقاقات دولية، في عطلة الصيف بالنسبة لكثير من الحكومات والدول وكذا، فالاهتمام بقل، بينصرف كل دولة إلى شؤونها. فبهذا الشهر إما تستطيع أمريكا أن تفرض على نتنياهو قبول بوقف إطلاق النار وبهذه الصفقة اللي عرضها بايدن وخالفها نتنياهو قالوا حماس عرضتها، أو يحصل تحول كبير، لأنه في عدة مؤشرات على تحول بالشارع الإسرائيلي بعده ما وصل لحد أنه يصير في هذا الانقلاب بالمشهد يعني، ولكن أنه المحكمة العليا الكنيسة تمرر أنه إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية، المحكمة العليا لا راح ألزمتهم بالخدمة. هلأ هذا عامل إشكال كبير اليوم بالقدس، في على مكبرات الصوت هؤلاء الحريدين عم بيدعوا للعصيان لانه يعني ما بدهم يروحوا يلتحقوا بالجيش. فهذه واحده من الازمات، بجي بقول الازمات الكثيره اللي عم تتراكم، واحده منهم هذه برزت مجددا. هي الازمه عم تحكي ازمه يعني بين تعمل بين سموتريتش وبين كفير وبين الحكومه او الكنيسة. نفتالي بنت هلا قبل شوي عم بترجى الصهاينه لا تتركوا اسرائيل، لانه عم شوف هذا بدلك على حجم الهجره العكسيه. واكثر لابيد امبارح هذا كمان كان لازم نبلش فيها هيدي، او هلا عم بيعايروا بعض نتنياهو ولابيد ومقابل بعض يعني بالوجه بالكنيسة. لابيد بيقول له لنتنياهو انت لم تستطع، انت خائف من حزب الله وفي لبنان ولا تستطيع ان تشن حرب وتعيد السكان الى الشمال. بيرد على نتنياهو بيقول له انت اللي خفت من الاول وعملت الاتفاق البحر. فبيقول له انت خايف الحزب، انت خايف قبل مني. هذه العزه التي نعيش فيها كلبنانيين نحن عن جد. انا واحد بينفع المرات بيحكي باسف اكيد نحن عايشين بين بعض، نحن يعني قديش هو لبنان كله والشعب اللبناني كله، ها انت مسيحيه وانا شيعي، هلا بيصوروا لك انه الشيعه والمسيحيين مدبحين بعض يعني، والصراع هلا ناسين الصراع الاسرائيلي الفلسطيني للاسف يعني. الاسرائيلي اللبناني، اسرائيل اللي ما عملت حساب لكام ديفيد، ما عملت حساب لمصر، راحت اجتاحت فيلادلفيا ايه، وهلا عم تعمل الصمت، وهلا عم تعمل محور اخر يعني لتعزل فلسطين غزه كليا عن غزه عن مصر. ما عملت اعتبار للاردن ووادي عربه، ما عملت اعتبار لاوسلو، عم تنكل بالفلسطينيين، بيطلعوا بدهم يعملوا سلام مع اسرائيل، بيصوروا لي هلا المشكل شيعي مسيحي. يعني للاسف طب اذا ما زبطت يعني فرض وقف اطلاق النار بصير في خيار سياسي، رح يضلوا اهل غزه بهيدا القهر وبهيدا المعاناه وبهيدا الظلم للاسف. ايه حرب طويله، نتنياهو اللي بده اياه، امريكا بدها توقف الحرب لحسابات الانتخابيه، المقاومه بدها توقف الحرب لحسابات انسانيه الى علاقه بال، ولكن نتنياهو بده تبقى الحرب في غزه وان بالمرحله الثالثه، وبده يضمن انه يخف وتيره الحرب تهدئه بالشمال لانه عم سبب له احراج. هذا بده نتنياهو. طيب اذا نجح وقف اطلاق النار، مش حكما نحن رجعنا على 6 اكتوبر؟ يعني شو كان في يمكن نحن ما نقبل وين قصدك؟ بغزه؟ بغزه هلا هذا النقاش خلينا ناجله لما بعد، لانه هذه الحروب بهذا الحجم نتائجها بتبين بعدين. هلا اذا بتشوف المشهد هلا بتشوف غزه قبل وبعد لك ايه معك حق، ايه انه عدد الشهداء والدمار والجرحى والاسرى، لانه هذه يعني هي نغمة عم بتتردد. ايه بهالمعنى ايه صح، ايه لا مش انه شو كان في إلى داعي، بتصير خطيئة مش بس خطأ كمان. ايه بهالمعنى، ولكن أول شيء حركات التحرر، حركات المقاومة، التضحيات اللي بتقدمها، عمل المقاومة التراكمي اللي بيبقى سنوات، ما صار لهم 76 سنة عم بيقاوموا الفلسطينيين. ايه هذه حلقة في سلسلة حتما آثارها كبيرة جدا، آثارها اليوم إسرائيل بنشوف بالغرب، إسرائيل بالمحكمة العدل الدولية، إسرائيل بالأمم المتحدة، إسرائيل بمجلس الأمن الدولي، إسرائيل عند حلفائها، إسرائيل بأوروبا وين؟ وفلسطين والقضية الفلسطينية وين؟ كم دولة أوروبية صارت معترفة بفلسطين بالدولة الفلسطينية، حل الدولتين، كل هذه التفاصيل هودي بدهم وقت ليبلشوا. ففي أهداف إذا بدك أو آثار بالمدى القريب بتبين، إيه هذه بالمدى القريب في إلهم ألف مبرر يحكوا هذه اللغة، ولكن خلينا ننتظر ونشوف على المدى البعيد
الزلزال الذي أحدثه 7 تشرين داخل الكيان الإسرائيلي. أنا سألت هالسؤال للرئيس نبيه بر، قلت له إذا نحن هلأ بستة تشرين وعارفين شو بده يصير بعد 7 تشرين، بتقول يا ريت ما صارت؟ قال القضية الفلسطينية كانت رايحة في طي النسيان، والكل رايح إلى التطبيع بدون الاعتراف بدولة فلسطينية. كان لابد من 7 تشرين حتى تعود القضية الفلسطينية أولوية في العالم كله، ولابد تعبيره لازم يكون 7 تشرينات من أجل فلسطين. رح يتكرر سيناريو 7 أكتوبر مع الحزب؟ يمكن ما نلحق. يعني مش بحاجة. إذا بقيوا الإسرائيل، إذا بقيوا الإسرائيليين بهذا الانقسام، في شيء برجع بقول لك بكرة، بس توقف الحرب. في أحد الأصدقاء كمان بيعطي مثل دائما إنه لما يطلع انفجار أول شيء العالم بتبلش تطمن إذا هي بعد على قيد الحياة. بعدين بصير تفقد حالها، بعدين بصير تشوف الدمار، مش عارف. بعدين بصير تشوف أضرار جانية. الإسرائيلي بعده بقلب الصدمة. إسرائيل قائمة على شو؟ قائمة على الأمان مش على الأمن. ولا مرة إسرائيل كانت تعمل حرب داخل إسرائيل، كل حروبها خارج إسرائيل. راحت كانت تحتل عشان تعمل حزام أمني يحمي الحدود، مش حدود، حدود فلسطين. الإسرائيلي موجود بهذه الأرض، اليهودي إجى على هذه الأرض لأنه قائم وجوده على الاستقرار وعلى الازدهار وعلى الاستثمار. في امتيازات فوق العادة كان منحت لليهود حتى يأتوا إلى فلسطين. اليوم وين اقتصاده؟ اليوم وين أمانه؟ بليونز. وين الأمان؟ وين الشعور؟ هذا مش قصة الأمن، الأمن بيجي بس خلص الحرب، بس الشعور بالأمان بضلهم قلقين من الشمال، بضلهم قلقين من غزة، وقلقين من الضفة، وقلقين من كل هذا المحيط، وقلقين بالعالم صاروا بعد ما بينت صورة إسرائيل الحقيقية، وصاروا منبوذين في العالم كله، في العالم كله. فهذه الحقيقة اللي لازم الكل نشوفها بثقة. نحن مش عم نحكي شعارات ولا عم نحكي أوهام ولا عم نحكي خيالات، هذه حقائق. هن إذا هن قادة رأيهم عم بيحكوا، يسمعوا أولمرت. هلا أولمرت عم بيحاكم، بده يحاكم نتنياهو بتهمة الخيانة العظمى. إيهودا باراك عم يحكي عن رؤساء وزراء سابقين. إيهودا باراك اللي عم بيحكيه، اللي عم بيحكيه هون هود الجنرالات السابقين وحتى الحاليين رؤساء الموساد. ها واقع موجود، اللي بلش يشوفه هو حر. مثل ما لم يستطع أن يرى الحقيقة بمراحل سابقة ووقع في الفخ، في فخ رهاناته الخاطئة، بده يرجع يوقع بنفس المكان. صح. حتى التأكيد على كلامك قصة إنه كيف صاروا منبوذين، إذا بتسمع الرأي العام الأجنبي شو عم يحكي، الفنانين العالميين والمؤثرين، هيدي لأول مرة بيحكوا عن فلسطين بهذه الطريقة، وبيحكوا عن الإسرائيلي بهذه الطريقة. هذا شعب، هيدا أكبر مثال. الشعب الغربي تربى على فكرة أنه إسرائيل شعب مظلوم، صاحب حق، كان حقه مغتصب، إجا عمل وجاهد وناضل وقاوم، أخذ أرضه وموجود فيه، بكر للإرهابيين، وعايش بمحيط كله متخلف وإرهابي. وهي حواحة للديمقراطية وللحضارة وللازدهار وللاستثمار، فجأة شافوا صورة مختلفة، عمل شوك. عم تشوفوا الفيديوهات اللي عم يعملوهن أمريكيين وغربيين، وعم بيبكوا نتيجة هذا. عم بيقولوا نحن كان عم يضحك علينا، وعم بيلوموا نفسهم كمان. أحسنتي. وعم بيقولوا نحن عم ندفع ضرائب لتمويل هؤلاء. صح. سؤال أخير، غزة اليوم حتى لو عن عمل وقف إطلاق النار، هيدي المجاعة شو حلتها؟ يعني كيف يعقل انه تترك غزة تجوع بهيدي الطريقة؟ يعني اجلنا عم بيموتوا داخل ارحام الامهات بسبب الجوع. يعني هذه كمان يمكن بالقرون الوسطى كنا نسمع عن ابادات وعن مجازر وعن، يعني بن كفير امبارح او اسمه بن كفير بقول يجب قطع الماء والطعام عنهم. ما هو مقطوع. لا لا، انه يعني ولكن بيطلع نتنياهو بيطلع بيكذب، بيقول لنا عم فوت مساعدات. يعني في حدا بيعمل الجريمة وبيحاول يخبيها. بن كفير مش مستحي عم بيطلع بيقولهم، يعني عم بيتباهى بهذه الجريمة المتمادية. هذه برسم كانوا عم بموسم الحج المسلمين كلهم من كل البلدان. هذه برسم هؤلاء المسلمين بالدرجة الأولى، وبرسم كل الإنسانية، إنه مثل ما تفضلت في أجنة عم تموت، في أطفال خدج عم بيموتوا أيضا بالكوفاز وحديثي الولادة، وفي مسنين
غير انه الدواء المقطوع، غير انه عم نشوف مشاهد. انا بصراحه انا ما عادش عم شوف، يعني ما عادش عندنا طاقه ما عادش عندنا طاقه نشوف فعلا هذه المجازر. وقبل شوي حكينا عن صوره اجلكم الله الكلب اللي هجم على مسنه، طب هلا حاطين الفيديو كمان عارضينه، يعني كيف واحد ممكن يشوف هيك مشاهد ويضل له عين عن جد يلوم؟ برجع بقول اي حدا عم بيقاوم او عم بيقاتل او عم بيواجه هذا الاحتلال فضلا انه يبرر لهذا الاحتلال. وتكفي كمان صورة الشاب الأسير يلي خرج من بعد شهر واحد من الاعتقال وعيونه جاحظين لبرا بمقابل الفتاة الصبية اللي قعدت 8 اشهر بالأسر او بالسجن، مثل ما قالت صحفية إسرائيلية، وبنفس اللحظة عوقبت وطردت انه مرتبة ونظيفة وصحتها ونضارتها احسن من اللي بالاستوديو. بمقابل شهر واحد هذا يعني شو شايف هذا عشان كان عيونه بهذه الطريقه وعم يرجف وعم بيطلع بهذا الصدمه؟ شو هالصدمه؟ يعني ما حجم العذاب النفسي والجسدي الذي تعرض له؟ هون بذكرنا دائما، بدي اختم انك انت قلت اخر سؤال اكيد دائما للاخوه المسيحيين الشركاء الحقيقيين بالوطن، ارجعوا للمطران خريش اللي كان صديق الإمام السيد موسى الصدر واللي عمل معه هيئة نصرة الجنوب، ورجعوا أيضا لأنطوان سعادة، وكل هؤلاء الأسماء كثيرة الذين، حتى سعيد عقل اللي كان له موقف ببداياته ورجع صحح بعدين بيقول أنه أصل تركيب لبنان مخالف لأصل تركيب إسرائيل. نعم. هو عدو طبيعي، لا يمكن لإسرائيل أن تتعايش مع لبنان قوي، فدائما كان يقول تعمل دائما اسرائيل انها تضعف لبنان. دائما بكل الحوارات اللي بنعملها بيطلعوا بيحتجوا بالامام موسى الصدر اللي هن اللي ضد الحزب، ودائما بقول لهم اذا انتم بتقبلوا نحن بنقبل انه نحتكم الى الامام موسى الصدر الذي قال اسرائيل شر مطلق. نعم. في خير مطلق هو الله، في شر مطلق اسمه الشيطان، اسرائيل مثل الشيطان شر مطلق، لا يمكن ان يؤمل الخير منها. صحيح. فعشان هيك لا هؤلاء اللبنانيين، ما كانت صفحة 2006 صفحة سوداء وطويناها وراضينا وعضينا على الجرح وقلنا كلنا لبنانيين رغم انه كان في تآمر بأثناء الحرب، عم تكرروا نفس التجربة. مؤسف ان تكرروا نفس التجربة. كونوا لبنانيين حقيقيين، كونوا بكونش كونوا لبنانيين على طريقتنا، كونوا انسانيين وكونوا مسيحيين. بس المسيح لا يقبل بما تقولونه وتفعلونه. وأنا كمسيحية قبل ما أكون لبنانية اسمح لي بدي أعقب على كلامك، أنا كمسيحية بخجل من أي صوت مسيحي بنادي بالسلام مع هؤلاء القتلة، هيدي العصابة المجرمة. وأنا بدي أكمل أول شغلة بس تحكي هيك بيقولوا أنت عم تزيد، أنا السيد المسيح بالنسبة لي هو أحد الأنبياء أولي العزم بالنسبة لي. يعني انت مش بالمعنى انت ما هذا تعاليمه تعاليم نفس التعاليم، يعني نحن يعنيني كما يعني مش عم اكيد حضرتك بتشرف بفكرك وبانسانيتك وبكل هول سامحك لهؤلاء الاخرين. لا انت ما تزيد علي، انا مسيحي مثلك، بتمنى انت تكون مسيحي مثل ما فهمانين المسيح بالانجيل، مش عم جيبوا مطرح ثاني، والقران والانجيل ما بالعكس يعني بيحكوا بنفس الاطار. مظبوط. شكرا كثير استاذ حسن، كل لك ذوق، وبعتذر على الايطالي ولكن كان هيك في مواضيع لابد ممتع كل لك ذوق. شكرا كثير، يعطيك العافيه. لكن يلي تابعونا الشكر موصول لكم، ما تنسوا تتابعونا بحلقات مقبله، كونوا بخير.